waxaan ka soo dhex muuqanayaa sidii ay liin ay qabanayeenba geeska bidix hadii aan ka soo bilaabay Yuusuf Garaad Cumar ayaa ka mid ah dadka markaas lagu waday in liiskan cusub ay ka soo dhex muuqdaan sidoo kale wasiir Beyle oo horey wasiirka arrimaha dibadda uga soo noqday dowladdii hore ee Soomaaliya ayaa isaguna ka mid ah sidoo kale Khadiija Maxamed Diiri ayaa iyaduna liiska cusub ka mid ah oo ku jirta markaasi dadka kale ay liin qabanayaan markaasi lagu wado in ay ka mid noqdaan liiska golaha wasiirada cusub ayaa waxaa ka mid a injineer Riisow oo isagu markaas hore uga soo mid noqday dowladihii hore isla markaasina ahaa mar soo noqday afhayeenkii madaxweynihii hore ee Soomaaliya markii sharaf badan ayaa iyaguna dhankiiga bidix fadhiya markaasi labada gole ka mid ah sidoo kale saraakiil ciidan ayaa ka mid a dadka markaasi iyagu yimaaday wasiir Gool Axbarre ayaa waxaa la sheegayaa isaguna ka mid yahay dadka markaasi lagu wado in golaha liiska golaha wasiirada cusub goorna waxaa soo galaya ra-iisul wasaaraha isagu ku dhawaaqaya markaan waxaan dib idin kugu duwayaa bal hoolka ay wax ka socdaan بلاد انتو جلال الدوانو يا ديسكي
جامع محمود غوردو يا لغو داين مقطوع فمركاسي
وأه قاب أصوب وضلقا لوغا شغين دوران أقام شغيركا وها لقيق دونا يسيح دوران نظام إصلاح الصافة مشاقوق وأصوب وأه قاب كيرو شغيان وحلقين ربين إفليان بلو والبنى الأولى حساب طم دوران قف إفلين وايانا لو شيء دونا واجب كيسي بسو بحواي سيدا عن مركز دورا شغينا وحا أي عدين دونان خانتيدا أي ليهي انتا كسكو وحان ربا انان شعب في صوماليا مالو البيت جوغان عن وقو بشاريو انقو تحراء اينا بدل كيه فقصدان ومدو صوماليا انقو قدنا ايه واجبات كيه الدستوري مضب كيسة سقاشرين تضباط فرقدي سسدحات ومقعابيس تقبنا قوله وزيرة داش الامر كان وافاجين ايا مضب كيسة سقاشرين سديدات شروطات ومن يمد قوله وزيرة داش الامر كاسنا عم وضا تشيف والعالم لسميه مدفوينها اللي بعد مضى ودن قوضن دمر كالصوماليات بلشادة رايتك طالي يرادة ولماذا يتمان جايبها كلا دوانا بلشد أيام وحان إذن هركي هاي ومدى صوماليات لباينا هركي هون ومدى صوماليات وضد كي دنيا دي بقى يكود أمانا يا لمر كاسنا أخرقوا بلن قادين العرمها وارا حلم تودا ممنان جارة سينا وعن كفر أصنا هاينا إلا وذابع إنا نصبينا وزارة قارة سحل وارا الله العرمها وزارة داس وأنا وما حضرني وزارة الجرجالكا هي مارين تمسيبوي. وارنتي وحن أدو ما أنا يا شعب الصومالية ومن وجو الجوعان نقصوا الدهية ما تحدودا نحن جرب استعك. وعربائنا مش يا شعب الصومالية إن دول ابن مدا يكبر لابتهاي مانتهاي لكن شقده يكرمانتهاي. عربائنا نقبل نقالو أفضل بقى ولا ما جعابي وحكومة نكمل موضوع إن لا حساب تمدون وارنا حساب تمدونه بسيف عقلا ردين بلن قاضا يا إن أني جا إيه مدحوينا هبا لا حساب تمدون تام وأنا قلنا عن دوماي إن لا حساب تام دلكني وحكومة يا مل وبعضهم إن دك سومالية ديسي مدن حكومت مركز لديسايا وحلقية المعادة مدن والصوماليات وهم يقولوا ها إنه يدلكوا ذي يبقوا وحكا النسان إنه رجينا إنه حكومتنا كثير قاتان أنقوا هدوا فيرين إنه حالة دلك مكجر وحانصوا نسنا حكومت سيدة عنشاقي وقلها الوزيرة ذي كوبينيهم لحي لواتن يريد مزارك الحقان وآه حكومت لو أطلق علي إنه واجب كيدا الشقب قدنك سيقال عدام بقنو حكومت تكنوكراتيسة داد شقدو دا وقدنك را سيبوفا سيدا تريدو حنك عطان عيا شعبك صوماليا ميرو الباي جوغان ولما ودينتا تاليرا دا دومركا سياسيين تا dalkan u soo halgamay oo dhan cid walba oo rabtay inay dalka u qabato oo aan xukuumadda soo gelin aniga ragu sheegayaa in albaabkii wax lagu qaban lahaa uu furay sidaas daraaddeed waxaan ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka codsanayaa inay fursad siiyaan xukuumaddan aan soo dhisin iskuna dayaynaa inay xukuumaddooda garab istaagaan haddaan ku dhiiri gelinayaa dagga iyo dumarka Soomaaliyeed oo qayb ka noqday xukuumadda inuu bilowday isbeddelkii ay codsadeen shacabka Soomaaliyeed inay naga daacad tahay inaan isbeddelkaas ka dhameyno inaan diyaar u nahay dalkan inaan gaarsiino meeshii ummadda Soomaaliyeed ay xaq u lahaayeen jiilka hadda jooga halkan ma aanay ku guuleysan inay u diyaariyaan jiilka ka dambeeya waxay xaq ugu lahaayeen si haddaba aan waajibkeenna ummadnimo isaga rido shaqadii aan dadka Soomaaliyeed u da'dayeen
بلاهين وحاي حقا وقول هاي ما انت اي بلاو ادو البابا نجا نجا مدو فرصته هشينا حالا جرى لا فرصته سينا مثل عن مرة بعد كحلنا يا عن ربعنا ان شعبك الصومالي تهرتي سكبل القاضي اذن كان عدو يشب طاب نقامات كيل لور شقين جريمين بسبتر عن ربعنا تديار كدروزان هنكون بارلمانكا ama golaha shacabka Soomaaliya waxaan halkaan uga dirayaa baaq aan ku leeyahay aad iyo aad ugu mahadsantiin taageeradeeda iyo dadka nagala jira dalkani waxa uu u baahan yahay xukuumad shaqeysa sida uu dhaqsaha sidaas daraadeed anigu og inay gudan doonaan xilkooda iyagana waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan noogala shaqeeyaan inaan ansixino xukuumadda ugu dambeyntii shacabka soomaaliyeed oo dhan waxaan ka codsanayaa inaanay noo soo hambalyayn balse ay noo soo duceeyaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan haddana kusoo dhoweynayaa afhayeenka xukuumadda oo inoo akrin doona magacyada xukuumadda cusub ee lasoo magacaabay. Soo jeedin golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya soo saaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markuu arkay qodobka 97-aad warqadda koowaad 2-3aad ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya markuu arkay heer madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya lambarka 133-aad taariikhda 12-2-13-aad oo ku saabsaneyd magacaabista ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Marka uu garwaaqsaday baahida loo qabo in la dhiso golo xukuumad kadib markii xukuumaddii hore xilayteedii dhammaatay. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa sharaf inuu ah inuu maanta soo gudbiyo golaha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee cusub kadib markii uu sameeyey wadatashiyo ballaaran oo ku aadan soo dhisidda xubnaha golaha wasiirada. Magacyada xubnaha golaha wasiirada wasaaradaha loo magacaabay oo ka kooban ra-iisul wasaare ku-xigeen, wasiiro, wasiiro dowladeed iyo wasiiro ku-xigeeno waa sida soo socda: Abuukaatim Mahdi Axmed Guuleed Khadar, ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya; xildhibaan Doctor Iimaan Cabdullaahi Cali, wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta; Cabdi Faarax Saciid Juxa, wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo heshiisiinta; xildhibaan Doctor Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirka maaliyadda; Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed, wasiirka gaashaanida; Ambassador Yuusuf Garaad Cumar, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga; Cabdullaahi Daahir Cismaan, wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare; Abuukaati Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil, wasiirka arrimaha dastuurka; Ambassador Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha; xildhibaan Mareen Aweys Jaamac, wasiirka degedaha iyo gaadiidka badda; Maxamed Cabdullaahi Salaad, wasiirka gaadiidka, cirka iyo dhulka; Injineer Cabdi Canshuur Xasan, wasiirka boostada, isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda; xildhibaan Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka xanaanada xoolaha; Qadra Axmed Ducaali, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha; xildhibaan Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji, wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska; Deeqa Yaasiin Xaaji Yuusuf, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka; xildhibaan Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, wasiirka batroolka iyo macdanta; xildhibaan Maxamed Abuukar Islaam Ducaali, wasiirka amniga gudaha; xildhibaan Saciid Xuseen Ciid, wasiirka beeraha; Doctor Fawsiya Abiikar Nuur, wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada; Doctor Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Xaashi, wasiirka gargumaysiga iyo khayraadka badda; xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye, wasiirka dhallinyarada iyo isboortiga; Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan,
وسيرك ورفافنت يهنونت تدوينا أبو قاتل حسن حسين حاجي وسيرك عدالت اللي بان صالح أحمد جامع وسيرك شقالة إي شقالة اللي بان بروفيسور سالم علي وإبرو وسيرك كورمتضة إي بيه دكتور مريم قاسم أحمد وسيرك برقان إي ماريت المسيبوين قدر وحان أخرين دونا وسيرك دولياش عبد القادر معالي النور وسير الدولان من أحتويد عبد الله حامد محمد وسير الدولان حفيز كريس مسارة حلمان عبد العزيز حسن محمد لفت القرين وسير الدولان وسارة دقنا عسيقة يورشنا حلمان عبد القادر شير علي بغدادي وسير الدولان وسارة عدالة حلمان محمد علي حقا وسير الدولان وسارة دقاشنا حلمان محمود حي إبراهيم وسير الدولار وسارة مريم حلمان عبد الله فارق مولية وسير الدولار وسارة أرمان قدا فدرالك إبوشيسي حلم عبد القادر وضن عبد القادر أحمد خير عبدي وسير الدولار وسارة أرمان دمدة إسكاشي عالمي حلمان حسن معلم حسين وسير الدولار وسارة أمني وقدا حلمان عبد الرحمن كلمية حرسي وسير الدولار وسارة قاديد كعركة يبرد حلمان عبد الرحمن محمود عبد الله الجابري وسير الدولار وسارة حبرشنا تعليمت وسير الدولار وسارة حبرشنا تعليمت سنة حلمان عبد الله حاجة عبد وسير الدولار وسارة قرشين تماشي الغربي خالد أحمد عبد كاري وسير الدولار وسارة هولان كود وتبوليسك حلمان عبد الله بلا نور وسير الدولار وسارة بوسطدة سكارسين في الجورجيت عبد الحكيم حسن عشكر وسير الدولة وسارة أوقافته في غريبة دينز حقوقه وسير حقين ده حلي بان اسمان آدم دوبو وسير حقينته وسارة أوقافته في غريبة دينز حلي بان حاجة علي شيخ محمد نور وسير حقينته وسارة غريبة دماء الفدرال عبد الله شيخ علي قلوعو وسير حقينك وسارة دمالية حلي بان عبد الله قراد روبلن وسير حقينك وسارة دقاشمي مختار مهد داود وسير حقينك وسارة أريمه الدبدة يسكاشي عليه حلي بان فيصل عمر قولي وسير حقينك وسارة دحوشة التعليم السنة حلي بان دكتور حسين عبد العلمي وسير حقينك وسارة أريمه الدستور حلي بان فاهم أحمد نور وسير حقينك وسارة خرشين تمال قشقة يوربريت الخالة حلي بان إسماعيل محمد عبد الدالو وسير حقينك وسارة الدقذاء قاديد كلمة حلي بان حرسي آدم روبلة وسير حقينك وسارة قاديد كأكي حلي بان إبراهيم يرو وساخ وسير حقينك وسارة بوسطدة إسكارسيت حلي بان حامد علي حسن وسير بحقينك وسارة بيرا حلي بان محمد قليف ديرية وسير بحقينك وسارة قناع سيقة يوشدا حلي بان جمال حسن إسماعيل وسير بحقينك وسارة هولا بود يدبو ديسك حلي بان سمرة إبراهيم عمر وسير بحقينك وسارة هاوينك يحقوق الإنسان محمود عبد القادر مرسمع وسير بحقينك وسارة بدرولك يمعدن حلي بان عبد الناصر سعيد موسى وسير بحقينك وسارة أمن وقدر حلي بان عبد الكريم طليف ضلع وسير بحقينك وسارة حنانة ضحولة حلي بان حسين عثمان حسين وسير بحقينك وسارة عثمان حلي بان عبد الله عمر أبشرو وسير بحقينك وسارة كرميسي إغراضي حلي بان أحمد عمر سلو وسير حقينك وسارة دمير السبورتين حلمان عبد الرحمن إيدان يونس وسير حقينك وسارة وفافنت دكتور عيسى ولي مالن وسير حقينك وسارة دالة حلمان عبد العزيز عرمان وسير حقينك وسارة شقالة إشغالة حلمان إسماعيل لباع إبراهيم وسير حقينك وسارة كروتو حلمان علم عمر عين سريع وسير بحقينك وسارة قرقارك لمارينتك بسيبوين سيدة درتب
رئيس وزراء حكومة الفدرالية الصومالية وكل شعب يتمان شعب الصومالي فرصية إن أي تقبلات جديدة فلا حكومة ما فلا وسيلة تقبل الفدرالية الصومالية سي سلم على الحكومة وعليك خلاص الصومالي Gracias.